السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا فيكم في سلسلة جديدة بعسل ديز سكاي لاين و ايربورت سي او. بنزل حلقتين منه وبشوف شو يعجبكم اكثر، ايربورت سي او او هذه اللعبة هاي اللي هي ستون هيرث، واللي تعجبكم اكثر بكمل عليها. بنزل منها حلقتين او ثلاثة نفس ايربورت سي او مسوياها، وشغالين في سيتي سكاي لاين الحين، وبنبدأ لعبة جديدة. مبدأ اللعبة هاي انت تنزل مكان في نص غابة، ويكون عندك مجموعة ناس تشتغل معاك، وانت مع المجموعة هاي تبدأ تسوي امبراطورية اذا صح التعبير. طبعا في الاعدادات اول شي تدخل عشان نوصل لخمسين شخص لازم تحطيه من الاوبشن من المين مينيو برا. انا حطيت 50 شخص اوريدي، اذا كملنا السلسلة ان شاء الله بنشوفهم. وتختار من اثنين الاطفال هاي اللي هم ناجين وعندهم ميزات بروح، ما يفضلهم حق الصحراء، يحب هاي الحق الغابة سنسي هاي العمال المخلصين. وبنبدأ في الغابة، طبعا بختار عند الاختيار، انا بختار نورمال اكشن خفيف ونشوف شو السالفة. انا كل اللي بطالعه في الرول اللي عندي ناس ستة سبيرت، ابا ما عندي هنا شي. اوكي بخبركم الحين من حصل شي زين. ابا المايند عندي يكون عالي، ناس حق الصناعات، وابا ناس سبيرت عالي نفس هذا حق الحرب، مع البدي يكون حلو. عندي العمال الباقيين يكونوا متوسطين، عندي تقريبا كل شيء اباه، عندي بدي زين، عندي برين زين، عندي كل شيء زين. في شو ببدأ؟ هاي بداية حلوة صراحة اذا الواحد يبداها. البداية بتكون ممتازة اظني. بيكون عندي خضراء، عندي 20 جولد، عندي صياد، عندي فوتمان، عندي محارب جاهز من اول الجيم. اللعبة فيها اساسيات بسيطة، يعني الواحد يبدأ يحط اللعبة. بتشوفها الحين وياكم في خلال الجيم، بشرح لكم اياها افضل. الحين بختار مكان قريب من جبل وقريب من الماي، يعني ابن الماي، واحد ابن قريب الماي. هالمكان شكله حلو الصراحة، في صيد بعد، في صيد حلو الصراحة، بس موارد ما في وايد. ابا مكان متوسط معتدل احصل فيه موارد، وأحصل في مكان أبني نحصل. خلينا نشوف المكان هذا شكل استراتيجي. هني عندنا وايد موارد، ما عندنا حيوانات. هني عندنا هالمكان، أحس أكثر مكان معتدل في أيوة هالمكان ممتاز، معتدل جدا. وبنختار لنا مكان. القرية هذه تبدون تبنونها من الصفر، وتبدأون تسوون تصاميمكم على المكان، وتبدون تحطون عمال، وتبدون تحطون غيره. اللعبة فيها شوية أساسيات، منها لازم تعرف انت شو تسوي في العالم. وين نزلت؟ انزين، المكان اللي بختاره بيكون على الأغلب هني، مكان ما بين الجبل والماي. والله المكان حلو الصراحة، تشوفوا مكان دبلوماسي. عندي ماي قريب، عندي اسمه قريب، بنحطي هني الاسم كالعادة. بكل لعب تعودنا خليل جيمنج، ان شاء الله يستوي. ما يقول لي ما نبغى اند، ما نبغى غيره. تك علامة الصح، بوقف اللعبة شوي. خلنا اشرح لكم، نحن بنحتاج مجموعة شغلات. المهن عشان نفتحها لازم نوكل حد بالمهمة هاي، مش كل حد يقدر يشتغل الشغلة هاي، مش نفس باقي العاب البناء. وعندنا الناس هذه نحن نحدد لها المهن. مثلا هذا انا اشوف الصراحة عم استانس من اول يوم. ميري يا حبيب قلبي والله. انزين مثلا هذا انا بسوي محارب، ليش؟ عنده سبيريت ممتاز وعنده مايند زين، بتكون محارب ثابت. لحظة سوري، انا اتحسبت 5-5 في البدي، عنده بدي. لا لا لا، ما بنحطيك محارب، انت بنحطيك كاربتنر، ونبى واحد يحمي المكان اذا استوش. بس الحين ما حد هجم، يعني اذا حد هجم بنعطيه سلاح، اذا حد هجم بنعطيه سلاح. اول شيء بسوي في اللعبة اسوي لي مكان حق الستوك بايل. الستوك بايل هو يجمع اغراضي. 12 في 12 اتصور بيكون كفاية، 12 حط كل شيء داخل. خلينا نمشي اللعبة شوي، ونبى الكاربتنر اهم شيء. الحين عندنا نحن واحد عيننا له مهمة اللي هو هذا، ايوه شله، لازم يروح يشل العصا مال الكاربتنر عشان يقدر يبدا يبني. اول شيء بسويه خليهم يبنون بيت على اساس ان الكاربتنر مالنا، ولا هو النجار يبدا يلفل. اذا لفل النجار بيكون وايد حلو. بسوي اول شيء في البدايه من بيلد ديزاين مالهم، بعدين بنسوي نحن
بسوي اللي نبغى نحن، خلينا نلفه نقطة وفاصل على فكرة تلف، فإذا حد لعب اللعبة ويبي يلف مش عارف يلف الشاشة بكل بساطة يدق نقطة وفاصل. احنا عندنا 7 أنفار فبنحتاج هذا حق نفرين متر. كم واحد يشيل هذا؟ شيل سليبنج كوارتر، هذا كوتج حق نفرين سيبه صغير. خلنا نشوف لحظة، هذا حق 4 أنفار. بنسوي في التشكيلات اللي عندهم كلها، بس هذا بيخلي الكاربتنر مالنا يلفل بشكل سريع اللي هو النجار. يا صديق النجار لا تقصر ويانا، لأنه بنحتاج على طول إنك تسوي لنا سوالف الزراعة. الحين ما ببدأ صيد، ببدأ صيد يوم يبدأ موضوع أوه عندنا حيوانات. حلو، حيوانات قريبة من عندنا، ممتاز ممتاز. الحيوانات القريبة شيء ممتاز. حتري يوصل ليفل 2 أنا أقدر أشوفه من هني. الكاربتنر ليفل، أوه سوري، كيف أنا أبغى ألفل؟ لازم أول شيء يبني حق عمره هاي. أوكي، ونحطي له شغل النجارة اللي هو هاي، نحطي له هذا قريب المستودع أساس على طول يشيل خشب من هني، يشله ويبني يشله ويبني يشله ويبني، ما يتفاهم. لأن الحين الأثاث مثل الأثاث الخشبي يسويه النجارة، وعندنا مثلا أثاث خيوط لازم يكون عندنا خياطة، لازم يكون عندنا مزارع، لازم يكون عندنا كذا. مثلا الحين أنا عندي أكل، والأكل هذا بيكفي فترة معينة، لازم أسوي زراعة، لازم أسوي ماي لهنالك. فالحين هو لازم يستوي شاطر، يبدأ شو يسوي لهم سراير، يسوي لهم هذا أساس إنه شو يلفل ليفل 2. ليفل 2 أول شيء بسويه اللي هو أخليه يسوي لي العصا، مش العصا مال الحرث هاي، شو اسمها اللي هو هاي، شو يسمونها تعرفون؟ ما أعرف شو اسمها هاي مال زراعين، عصا زراعين مش عصا، الشيوة المجروب بسميه. المهم بعطيه اسم يعني، ما أعرف، أعطوه أنتو اسم. بسوي هذا يحتاج يكون ليفل 2 هاي. ليفل بيلفل بسرعة، ما عليكم، خلينا نسرع اللعبة شوي بعد. مارجنت عندك أكل؟ إذا ما عندك أكل مو منك شيء. ابجريدت ورك اوتفوت غالي كل شيء عنده صراحة، مو برخيص ابدا، فما عنده اكل مو منه شيء صراحة. صديق الكاربتنر تقريبا ليفل 2. يا الله البيت تشوفوا كيف ينبنى، تشوفوا تقدرون تشوفون اي فيو تبونه، انا مسكرنهم حاليا، ممكن تشوفها الحين وهم يبنونه بالطريقة هاي، ما في اي مشاكل. اذا يا اي هجوم نروم نسوي شغلات ثانية، ما عليكم، نروم نحل الموضوع. عندنا واحد بيكون محارب، عندنا واحد ممتاز يستوي محارب، ياس ياكلون الاكل كله زين. ريال مو ليفل ليفل 2، بتموتون من اليوع عقب، كلوا شوي شوي يا جماعة. ليفل 2 اوكي. كرافت ريكومنتس انمت كرافت كيو، حطيه الاول في الكيو. ريكويرز ليفل 2 كاربتنر، زين الريال ليفل 2 ترى على فكرة يعني، ها لمعلوماتكم الريال خلاص ها ليفل 2، ولا هو ليفل 1 ورايح ليفل 2 الحين؟ ما اعرف، هم ما حددوا موقفهم ترى معي، فلازم يحددوا موقفهم. ايوه الاكل خلص، والمارشنت ما يبلنا اكل، والموضوع صعب بيستوي. اهم شيء اهم شيء تدعو انه ما يموت نيوع، لان اذا مات نيوع انا صراحة بتلعبوز. ساتر ياهو صديقنا كاربنتر كارلر، هذا هو. شو ناقصنك يا مبنى؟ اعرف شو ناقصنك انا اصلا، خلهم بيبون خشب بيكملون بنا. نجار، انا مسميه نجار، طبيب جراح صديقنا اللي ما قاعد يلبل. انزين يعني وايد شغلات ممكن تسويها، يعني ال 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 الشجرة اصلا من تمسون تسوون مثلا تشين جوب حق اي حد، انا ما بغير وظيفته، لكن شوفوا بيكون عندنا صياد، بيكون عندنا هربلست حق الاعشاب، بيكون عندنا محارب، بيكون عندنا حداد، بيكون عندنا راعي الطين، هذا في الصحراء بنستعمله اكثر شيء، هني ما اتصور بنستعمله. ويكون عندنا زراعة اللي هو نبغاه الحين نحن نفتحه، ما عندنا اكل طبعا، لازم يكون عندنا اكل. اذا يانا بياع، انا ثريا بياع، اذا يانا بياع بيخدمنا وايد، اساس اذا كان عنده اكل، اذا كان عنده اكل بيسوي لنا خدمة فظيعة.
شيش للأكل هذا. في بيرز هني، في بيرز، خلهم ياكلون بيرز شوية. إذا يابوا البيرز هاي ممتاز، بيريحونه شوي. زين ما في بيري قريب من بيري قريب. ليش أنا أسوي شي؟ ما يستوي أسويهم بالجملة أحركهم؟ لأ. زين بأنا نحط البيرز هني عنا حق الحصاد، خلا حد يجيب البيرز هذا يستوي. طيب شوفر عندك أكل؟ من يرحم والدك هات لنا أكل يا ريال. أوكي أوكي لحظة، نبغى زرع 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 هذا، شكلك بيرفكت، نبغى حد يزرع. أوكي الحين امشوا عادي، بس بعدكم هاتوا البيرز، مش معناه ما بتجيبونه. أبا ناكل، أبا أكلكم، دون أكل بتموتون عليا، بتسوي لي أزمة في حياتي. وين الزراع؟ زراع، احنا سوينا زراع صح، سوينا، بس لازم يشل ال هذي مال الزراعين، إذا ما شلها مو بيستوي. هذا هو شله، ما يخلينا فوق 11 في 11 صح؟ أيوه، جزر، أزرع، جزر، أزرع، أتصور إن زراع واحد بيكون كفاية حق ثنتين. إنزين خلنا نوقف اللعبة لأن بيستوي الوضع كئيب إذا راح الأكل كله. فشو أبى أسوي؟ أبى أجيب مجموعة أكل من الموب. صراحة أنا مفروض أسوي هالشي من البداية صراحة، نجيب الأكل من بعيد. أوكي خليهم شي يسوون، يشلون الأكل هذا كله أساس يوم ياخذون المحصول من قريب ونفتكهم الموضوع هذا. إذا الجزر مش موجود، إذا شي مش موجود، لازم يكون عندهم أكل. أكل آخر شيء أبغى حاتي في اللعبة أنا الصراحة، ما أبغى حاتي أكل، أنا ما أبغى حاتي أكل، لأن الأكل أنا أحيد إني واجهت مشاكل في اللعبة من الأكل، فما أبغى أعيد نفس الفيلم الهندي اللي استوى الأول أعيد الحين. فعلى الأقل يكون عندي خطة دعم احتياطية، وإذا أبغى أجيب عمال إداد لازم يكون عندي أكل شو زايد، فيكون عندي المواطنين بالأحرى، مواطنين القرية هاي. الحين شو بنسوي؟ بنسوي هذا وابقى احطي مكان ياكلون فيه، سوي دايننج هول. حلو والله انه حلو، مساحته ممتازة. بنحطيهم الحين في سطر مو مشكلة. يس ستارت بيلدينج. اوكي هاي الكمية، خلنا نشوف الحين، خلهم يجيبون هاي، لان مثلا الحين عندنا هاي هاي، ها عندنا اكل، اللي يموتون يوع، انا ما بحد يموت يوع عندي الصراحة. مستانسين الحين. اوكي في بيت، في هذا، في كل شيء. هاي الموبا بعد هاربست، انا بحركهم، تذكرتهم هاي ما بتسوي لهم تحصيل، انا اشلهم تحصيل، تحصيل ما يصير تحصيل، ما بهي ما بتشلوا المحصول، انا شل المحصول وراحوا صراحة. شردة خرافية تستوي يعني، اقول لكم الحين شيء فظيع، كل شوي بيروحون لاخر الدنيا يشلونه. شو الحلو انه اعطينا اوبشن ان نشل الزرع النيبة عندنا، احلى اوبشن يعني، من احلى الاوبشنات عندي في اللعبة. اي شيء هني يعني ممكن ما تشله، مثلا حتى هذا السلك نحله. شوف بلاي بلا، شوف شو المطاريم، نشل هايل ونجيبهم عندنا، لان هايل بنحتاجهم حق الخياطة عقب. ترى تقول مو بنحتاجهم، والروم نزرعهم في المستقبل، بالروم نزرعهم يعني، مش انه ما نقدر. ف ايوه خلنا نبني من هاي، خلنا من هذي لين نبني، لين نسوي، لين هذا، لان الحين يبون اكل ترى، اشوفهم ان هذا يبناه في وقت حلو الصراحة. ليش اللي هذا كله عساس تاكلون؟ لا تقولون ما في اكل، انتم قاعد تشلون اكل. بني بالشغلات القريبة اللي نبغاها مثل هاي، بعدين المساحة تكون افضل يعني، لما نحولهم مكان واحد اساس. بعدين اذا نبغى نخيط، نبغى نسوي اي شيء، نبغى اعشاب، الهربلست الحين بنسويه، ويبالنا شو،
يباله هيربالست ويحتاج الورود هاي وهالامور على اساس يسوي عليها اعشاب وهذا ويعالج الناس. ليه لا بديت عندي اكل؟ لا طبعا اكيد ما عندي اكل. استوى شغلة سم سيتي ما عندي ابدا. شو اسمه انا دقيت واي بالهذا الوقت لازم يبون على سبب رد شله. شوفوا اكيد ما عندي اكل. نفس الكهرباء نفس الماي، مش الكهرباء الماي في سيتي سكاي لاين. هسه يبنون ها خلينا نشوف البيوت كيف اشكالها. والله زين البيوت، بس هالبيت بالعكس حطيته انا، بخصوص اني حاط البيت بالعكس. ثانك يو، هذا شكرا صراحة. انا رقم واحد، انا رقم واحد يا بالعيد والله. انزين عنا بياع ياي، وعنا الزراعة قامت تجهز. انا بشوف البياع شو عنده يبيع، يمكن عنده اكل. اكيد ما عنده اكل اكيد. انفيدرز ابروتشنج، لحظة قلنا لكم عنا واحد ستة. لا انا ستة هذا هو. ايوه ماين ستة، انا عكست الاثنين. بس هذا زين، هذا ينفع يكون محارب. والله هجوم سريع الصراحة اشوفه، ما لحقنا يعني. شل السيف، سير سير مش وقته تستهبل، سير اذبحهم. هاي دقم دقم على طول هجوم. ظالمين ارحموني شوي، بستانس شوي. قلت بدون هجوم بدون شيء، ما اعرف شو وضع البيت كيف بحله، بس بسوي شوارع بلفه وانه حركة عرفته، وانه ما حد شاف بسوي انه ما حد شاف. خلاص زين. ابا كاربتنر اللي هو اللي يسوي لنا الخشب هذا كله دلع شوي، يكون هذا حول البيت. اوكي هذا بحد يشله، في عندنا خشب وايد. المشكلة في لما ليش يعان، ليش يعان؟ تعالوا سووا هارفست انتو، في عندنا محصول ليش ما تشلونه؟ اظني انا وايد شغل قاعد اعطيهم كل مرة وما قاعد يلحقون شو يسوون شيء، وبعدي قاعد اسوي انا ياس اقول وقاعد اسوي. اعرف انك جوعان والله يا رجل، والله عارف انك جوعان. انا شو قاعد اسوي من الصبح؟ سويت مزارع اول شيء، يبنى محصول على طول، وسوينا هذا. الحلو ان واحد يسوي مزرعة حق الخيوط هاي ولا الحرير هذا، ما اعرف شو اسمه مثلا، مال الخيوط قطن، هي قطن، انه بروحه يشل المحصول المزارع، مو داعي الواحد يلحق محصول. زين انا ما بسوي شيء ثاني، خلاص ما بشيل شيء ثاني. مترياهم شلون. زين في جزر جاهز يا زرع، زرع تعال شيل جزر نفرات مو جوع. والله قاعد تتمرغد ما ادري وين رايح، تعال شله خليه ياكلون. هي خليك ريال، خليك ريال يا عاد تكون وحده ترى اخر شيء. اشر اشر احد يغني هذا، شوفه يحط لهم جزر ياكلون. حطنا بغرفة طعام بدون طعام، تخيلوا انتو غرفة الطعام بدون طعام. ابديت كل يوم عندنا 8 اكل على طول بيخلص طبعا الاكل. الحين في محارب عندي يا محارب، دقم زي في اكل. زين ما عندك اكل؟ ما عندك اكل يبيع شغلات مالها داعي. انزين وضع عندي خبصة، قاعد يهجمون علي. والمحارب مالي شو فيه؟ مش قادر ينزل. لحظة هذا مش قادر ينزل المحارب الخبي،
حد يسوي له دري، حد يسوي له دري بسرعة، حد يسوي دري. تعال انت بتسوي دري، لا تكمل بناء، فوز بلدنج خلاص، ما بحد يبني هذا، ابغى تبنون الدري هذا، خليه ينزل. هي لاقوا الصبح عالق المحارب طفر بالعالم. زي خلاص خلاص خلاص، ارتاحوا انتو، سولوا سووا اشغالكم، في محاربين عندنا. والله خش البيت يا جبان. جبان جبان، انا بختم اليوم الحلقة الأولى، سوينا القرية الأساسية، إن شاء الله بكمل لكم في الحلقة الثانية الباقي.